علمتلكم كيفاش تحسبوا موعد الولادة النظري، لكن في بعض الأحيان مكاتب ربي تيجي الولادة في وقت آخر. دك نعلم لكم واش هي الفترات اللي تكون فيها الولادة عادية، وقتاش نقوله مبكرة، وقتاش الأوان يكون فاتك ولازم تروحي عند الطبيبة تاعك. الفترة المناسبة للولادة هي من 38 حتى 42 أسبوع بعد أول يوم من آخر دورة. لكن هذه الفترة طفلك يكون عنده جميع الأعضاء وتكون بنضج كافي. في حالة ما إذا كانت الولادة تاعك أبكر بقليل من 36 حتى 38 أسبوع، هنا غالبا ما الطفل تاعك يكون كمل النضج تاعو. إذا كانت الولادة قبل الأسبوع 36، هنا الولادة نقولوا عليها مبكرة، الطفل غالبا يكون عنده جميع الأعضاء لكن بنضج غير كافي لتأقلمه مع الحياة. هذا مش يعني أنه يموت، لكن يواجه بعض الصعوبات في الأول، مثلا مشاكل تنفسية، مشاكل في الجهاز الهضمي لأنه الجهاز الهضمي غير متكامل النضج، يكون عنده خطر، مثلا خطر نزيف في الدماغ، يحطوه في لاكوفيز اللي هي الحاضنة أو ما يسمى بالعامية القرعة، يكون تحت رقابة مستمرة ومتابعة طبية حتى يشفى ويخرج بإذن الله. الآن العكس، ابتداء من الأسبوع 42 إذا لم تتم الولادة تاعك، هنا نقولوا باللي راكي تجاوزتي الأوان تاع الولادة، لازم تروحي عند الطبيبة تاعك باش تحاول تحفز لك الولادة أو تعمل لك عملية قيصرية لاستخراج الجنين. ربي يسهل لكم كامل.